والله البضاعة بتلاقيها مرة غليت مرة واحدة مباشرة. فلقيت الشهر هذا حاليا تلاقيها رخيصة، لقيت حاليا في رخيصة وفي غالية. عدو بيجيك أول رمضان، بيجيك برمضان يعني بيجيك برمضان الإشي الأسعار كلها بتغلى. وضع الناس الحصار والهذا بيعمل برضه معدل الناس إيش معها بتشتغلش، فيش شغل داخلي يعني إنها تشتغل. إيش الموظف اللي بيقبضوا بطيره يعني، هاي احنا مش موظفين، وفي غنى موظفين الله يكون بعونهم برضه، مش انه موظف ايش اللي بقبضهم 2000 شيكل ولا 1000 ما بسدهم خمسة شهر، بتلاقي بستة شهر طاروا بالحق مديون. تيجي تشتري الدجاج 9 شيكل اليوم 13 شيكل، طب اللي عنده خمس ست انفار كم من دجاج بده يكفوه بالراحة. هذا الأسعار غالية نار جدا، واللحمة وكذلك كل شيء غالي يعني، والفواكه والحاجات. تعال انت برمضان اول يوم ثاني يوم بتلاقيه نار السوق، ايش بده يجي يشتري الواحد؟ ما بيشتري كيلو كيلو ادوب يكفوه. انا والله اليوم نزلت السوق لقيته فاضي يعني، وضع الناس تعبان. هاي الناس تقريبا اليوم 6-7 شهر لازم وصول السوق يبقى كويس ونشيط، وضع الناس تعبان مستو بالاخر. والله وضع السوق الحمد لله يعني بخير، بس وضع الناس يعني سيء شوي بالنسبه لمصاريف لهم. يعني الراتب اللي بياخذوه ادوب يكفوا لهم، وراتب يعني الشهر اللي فات والشهر هذا يعني ما فيش سواق بالمره، رايق على الاخر، رايق على سبه انه الموظف ياخذ راتبه ادوب يكفيه صيدليه، غاز، مواد البيت، ما فيش سواق انه زي اول. الحركه منيحه بس اليوم الناس وضعها بالنسبه انها بدها تسوق كل شيء، فيش فلوس معاها انها تسوق كل حاجه، تاخذ عقدها. بس اليوم يعني انا واحد من الناس يعني صلاه النبي يمكن بعت 20 بعت عدس، الناس ما حاش مصاري تقبض القبضه من هنا، صيدليه بدها، الدكان بدها، هذا كله بده. 5 ايام بالشهر بتلاقيه فلس، بتلاقيه دايم من اول جديد. وهي موضوع يعني السوق كله. في غلاء اسعار، انه عندك انه يجي رمضان كل عام وانتم بخير، اول ما تيجي رمضان كل الخضره بتغلى، كل الفواكه بتغلى. لقيتها ببلاش الفواكه، ليش؟ يعني انا بدي اعرف ليش برمضان مثلا بغلوه؟ ليش ما هو برمضان يعني عادي سوق عادي؟ يعني زي مثلا اليوم مثلا بندوره بشيكل، ليش ما يعني برمضان تبقى يعني كل حاجه محصره تبقى رخيصه؟ الناس انها تقدر تشتري زي عندنا وزي تبع الخضاج وزي تبع الدجاج. يعني ايش المعنى قبل الشهرين يعني شهر بقى الدجاج ب 8 شيكل وب 9 شيكل؟ الوضع سيء، الناس كلها وضعها تعبانه. السبب انه فيش رواتب، الكهرب من شقه والميه من شقه والناس من شقه والحكومه من شقه كله بمصه كله. حركه السوق يعني خفيفه، البضاعه كلها غاليه، الاسعار كلها غاليه، يعني بصدروا البندوره والخيار والفراوله اسرائيل
والبلد هذه أفضاحها غالية. 100,000 واحد بيشتغل في الشمينتو، كلهم قاعدين، فيش شمينتو. لو فيش شمينتو كله بيشتغل، كله بيصير معه مصاري، كله بياكل، كله بيشرب، والسوق بتحرك، والتعلواعي بتحرك، وكله بتحرك، المخبز بيشتغل. أكيد مؤثر شوي، مؤثر آه طبعاً مؤثر في حاجات كتيرة، يعني في بعض البضائع غالية كتير، مثل زي البصل أكتر إشي يعني ما نزلش سعره بالمرة، غالي كتير كتير بصراحة. يعني في ناس بتيجي آخر السوق عشان تقدر تتسوق، لأنه فيش مصاري معها، فيش شغل، فيش إشي، يكون رخيص، يكون وضعه مناسب إنها تشتري. وفي ناس بتيجي الصبح عادي، بيكون أسعاره غالية السوق بتكون الصبح، بس زي هيك آخر النهار بيكون شكل اتنين شكل زي هيك بيشتريوا الناس. كويس مناسب، كويس متوسط وضعه منيح، في الغالي وفي الرخيص يعني كويس. والله